سالي بعدك معنا رح نروح انا وياك على المطبخ. خلينا نرجع على المطبخ تفضل مشان نحكي بعد على مشكله تراكم الدهون بالجسم. شيف شو رجعنا رجعنا شيف لعندك تنشوف وين وصلت التحضيرات. اكيد هلا رح نبلش بالصوص تبع الباستا. اوكي كيف رح تحضر على الصوص؟ او شيء اذا بدأ زبدة شوي صغيرة ما بيقش شوي مش كثير عم نشوفك عم تظبط زبدة ما بتظبط زبدة بالزيت هيدي كمية لأربع أشخاص إنه طبعا كل واحد شاف زيتني بعد ما نقلي شوية زبدة شو رح نكون عملنا؟ رح نبلش كبصل وخضر اوكي رح نقليهم كمان شوية صغيرة شوي صغيرة مش كثير اوكي وبنرجع بنحط الكزبرة ورح نستعمل زيت السمسم وصويا صوص ونتفت كريم فريش. اوكي كثير منيح هلا كريم فريش بالاخر هلا نحن وياكم مش كثير بنتفق بس واضح رح نخلي شافي يكمل التحضيرات رح نروح انا وياك سالي تنشوف عن مشكله تراكم الدهون بالجسم شو محضرت لنا قبل ما شوي نحكي باكل الاكل بدي احكي شوي بالان جنرال بدي احكي شوي بالاجمال انه نحن كل ما اكلنا زياده هالسعرات الحراريه الزياده بناخذهم اكثر ما بيحرق جسمنا فاكيد هالسعرات رح تتراكم بشكل دهون بالجسم شو هو مثل اللي بتتسبب بالدهون في كثير ماكولات وفيها عده اشياء اسلوب حياه بدي احكي عنه كمان هلا اكيد انت بتعرفي الجنك فود او الماكولات السريعه عن الحلويات صح عن الماكولات الجاهزه المشريه من السوبر ماركت تبقين فيها كثير سعرات حراريه وكثير دهون بس اذا حكينا عن الدونات عن الكوكيز عن البسكوي عن الجاتو كل شيء جاهز مصري مش بس بيكون فيه فات زياده او سعرات زياده بيكون فيه نوع من الفات اسمه ترانس فات أوكي. اللي هي الدهون المهدرجة اللي هي بتتراكم تلقائيا بالجسم وخاصة بمنطقة البطن فهون نحن دايما بنحكي عن الاشياء الجاهزة نتفاديها الاشياء الجنك فود او المأكولات السريعة ما تفوت كثير بنظامنا الغذائي يعني بشكل متواصل يعني ولازم بنفس الوقت يكون عندنا نظام غذائي متوازن اكيد ونبعد على كل هالنوع من المأكولات لنتفادى اكثر كمية دهون بالجسم خصوصا للاشخاص اللي اوريدي عندهم وزن زائد انا بس بدي اذكر انه عادة جرام الدهون فيه 9 كالوريز او 9 سعرات حراريه بينما جرام البروتين او النشويات فيه 4 كالوري يعني الدهون مشان هيك بنقول ابتعدوا عن الدهون لانه الدهون فيها كثير كالوري سعرات حراريه وصعب انه نتخلص منها بسهوله كمان في كثير اشخاص احيانا بيوصلوا بيعملوا دايت بيرجعوا بيعملوا غير دايت بيغيروا واحيانا ما بينزل وزنهم بهالسهوله يعني بياخذ كثير وقت العوامل اللي كنت بدي احكي عنها غير انه الكالوري الزياده اليويو دايت اللي بيطلع كثير وبينزل بوزنه كل مره بيرجع بيكسب وزن بيكسب فات اكثر سو كل ما الواحد عمل يويو دايت اكثر يعني طلع ونزل بشكل كبير كل ما يراكم فات اكثر أوكي. ونفس الشيء في قصص نحن بنظامنا الغذائي بتكون موجوده بس ما بنعرف انه هالقد فيها سعرات حراريه يعني مثل ما شو جبت لنا معك جبت تشيبس بس فرج المشاهدين انه تقريبا كل قطعه تشيبس فيها 10 ل 20 كالوري أوكي. يعني قد ايه رح يتراكموا هالسعرات والدهون فينا بس انه اذا بناخذهم بكميات كثير صغيره او بناخذهم مشويين او بكميات صغيره بيكون في تشيبس مثلا بيكونوا كاتبين عليهم انه هما بيكت او مشوي ولا او لايت مثلا او ما فيهم كثير دهون افضل من العاده طبعا وهون كمان بدي احكي مثلا المايونيز لبول اذا طلبنا ساندويتش وفيها معلقه مايونيز كل معلقه فيها 135 سعره حراريه كثير بس حطوا معلقتين ما بحطوا اقل من معلقه بنكون فتنا على 270 سعره حراريه وما اكلنا ساندويتش مشان هيك كنا عم نشوف شيف عم يعمل السلاد وبلا مايونيز وعم يحط فيها سلاد بتجنن مع خردل كمان نفس الشيء اذا الجبنه الصفراء اذا كان بنظامنا الغذائي او زبناها على اطباق الباستا لنقول تبعنا عم نزيد بال 150 كالوري بكل شريحتين رفاع بين 100 و150 كالوري يعني الجبن الصفراء كمان فيها سعرات حراريه وفيها دهون خاصه الدهون المشبعه اللي هي رغم انه احنا بنعرف انه الحليب ومشتقاته يعني كثير صحيه كثير صحيين بنختار القليل الدسم او الخالي من الدسم أوكي. عاده نحن دائما بننصح بالجبن البيضاء لان فيها اقل دسم مظبوط فيها اقل دسم واكيد الحليب واللبن واللبنه يكون كمان قليل الدسم بس كنت بدي احكي كمان عن الاشياء اللي هيك المخفيه اللي ما بنتبه لها حتى بالاكل الصحي لبز وراس لبز وراس كمشه صغيره يعني هو تقريبا بال 200 سعره حراريه ونحن ايام ما بنكتفي بكمشه صغيره بقى نجرب نكتفي به مع انه شيء صحي لبز وراس كثير صحيين خاصه ما لنا اللوز والجوز والكذا كثير صحيين منا مملحه
كثير صحيه، بس هون بدنا نكتفي بكمشه صغيره. لا يعني تقريبا قديش الكميه اللي لازم ناكلها؟ كمشه صغيره لانه انا باكل كثير. لا كمشه صغيره لانه كل ما اكلت ما بتنتبهي انه عم تاخذي سعرات، لانه بعرف انه هيدا الشيء صحي، فحتى مشان الاطفال كمان حتى بالاكل بحس انه البذورات لازم يكونوا موجودين، بس ما بيكون فيهم ملح بالمره. فينا نقليهم شويه صغيره او ناكلهم هيك بلا ناكلهم، يعني من المستحسن ما يكونوا محمصهم شوي، قليل ملح اهم شيء يكونوا. بس قلنا حتى الاشياء الصحيه نحن بنفكرها انه كثير صحيه بتزيد سعرات حراريه، يعني نقول زيت الزيتون نحن معودين دائما ندلق زيت كثير، بس هي كل معلقه كبيره فيها 120 سعره حراريه. نحن عاده النسوان بنحتاج بال 1800 2000، رجال 2000 ل 2500، بقى هدول كثير بيتراكموا عنا بالنسبه للسعرات. حتى بالفواكه ايام بنحط جات الفواكه وناكل كثير فواكه، بس نبعد عن شيء 3 قطع بالنهار، يعني تما يزيدوا فواكه بالنهار لازم يكون خمسه خضره وفواكه مع بعضهم وما فوق، بس اكيد الخضره نحن اكثر. 3 قطع فواكه بالنهار كثير. فينا نقول حسب الوقت اللي كمان ناكل فيه الفواكه، اذا اكلناها بالنهار مثلا ما بتاثر مثل ما بناكلها بالليل الفواكه، لانه هيدا شيء خلو يعني ما بيفرق. بس معلي بالفواكه الفكره كمان. اللي عم تاخذي من الفواكه عم تاخذي معه فوائد كثير، اللي هي الالياف اللي هي الفيتامينات والمعادن، بس كمان كل شيء بكثرتها لو كانت صحيه بالنهايه زدنا كثير كالوريز او سعرات حراريه رح تتخزن كدهون بقلب الجسم. هيدا بعد في عنا الكوكيز حكينا عنه انه ترانس فات، واحدى شيء لتراكم الدهون على منطقه البطن. بدي احكي عن المشروبات، لان ايام بلا ما ننتبه ناخذ مشروبات محلات يعني فيها سكر زياده، يعني بس لايت. هيدي ما بعرف ليش محطوطه هون. اوكي اذا لايت، طب تنقول اذا لايت او مش لايت بتاثر شيء او هي زيت؟ اكيد اذا من وقت للثاني طلع على بالنا فينا ناخذها لايت اكيد، لانه بتكون زيرو كالوريز. اوكي بينما العاديه فيها 10 معالق سكر، نحن كل ما نبعد عن الكالوريز الزياده كل ما افضل، كل ما بيكون افضل. ونجرب نختار المشروبات الخاليه من الكالوريز مثل المي او مثل الليمونادة المحضره، او مثل عصير الليمون يكون فريش. عصير الليمون من وقت للثاني كمان بدي اخذ نظر انه كل معلقه كل كبايه فيها 120 سعره حراريه. ما فينا ناكل شيء ثاني، انه بلا فينا ناكل كل شيء بس بكميات صغيره. صغيره يعني اذا طلع على بالنا كوب من العصير الفاكهه الطبيعي، مش كل يوم او مش اثنين او ثلاثه، كوب يوم اي يوم لا بيمشي. نحن بنفضل ناخذ الفواكه بكاملها لانه سعراتها اقل وفيها الالياف بتشبعنا اكثر. ثانك يو سالي على كل هالنصائح، اكيد وتنحافظ على رشاقتنا وعلى جمالنا، ولازم يكون عندنا توازن غذائي متكامل، ولازم مثل ما قالت سالي لازم يكون في اعتدال بالكمية الأكل اللي عم ناكلها يوميا. رح نتوقف مشاهدينا مع بريك قصير ومنرجع نتابع بقية فقراتنا.